أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في البيت؟ هيك أسلم فضيلة واعتيادها ما في بأس؟ ما في بأس. هاي المرة لازم تكون مشغولة هذه فاضية خاصة عندك نسيت. لا احنا بصير عندنا تقصد الجماعة يعني يصلوا في البيت مع الأطفال. الحقيقة وقع في نفس الشيء يعني استمرار هذا ومداومة عليه. أنا بشرط ما هيجوز ويستمروا. والله إلى الآن ماشيين. طبعا لا يشك في استمرار مرحلة أو جديدة أو طالعة. لأنه نحضر على الجماعة بأفكار في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقوله عليه السلام يزم الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة أو غيرها. هي المجموعة هاي ما ابتدع الشك هذا في النفس. كما طبعا صدق